خلال زيارتي للمؤسسات الصحية في مدينة الأركان فعلا وجدت زحام شديد من قبل المرضى والمراجعين، ووجدت كذلك يعني الهمة العالية لدى الموظفين والعاملين الصحيين. لاحظت يعني في نقص شديد في الأجهزة، زحام على الأسرة، ووجدت فعلا التزام حقيقي ورغبة أكيدة من قبل العاملين الصحيين في تقديم أفضل الخدمات. التقيت كذلك بأهالي بعض الأطفال المنومين في المستشفى، وتعرفت على يعني حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الجميع، سواء مرضى وعوائلهم أو عاملين صحيين مقيادات صحية. وجه رسالتي لجميع الداعمين والشركاء لتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لخدمة أهلنا في باكستان، لأنه فعلاً الأطفال والنساء وكبار السن المرضى الموجودين في المؤسسات الصحية، قرأت من خلال عيونهم، قرأت من خلال ملامح وجوههم الحاجة إلى تقديم هذا الدعم.